السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وعيد مبارك عليكم جميعا. إلى حلقة جديدة من جرايد نبدأها بالعناوين. في الشرق القطرية، هل أندية أهم من المنتخبات الوطنية؟ في الرأي القطرية ترقب كبير للعبور الآسيوية. في صحيفة الوطن القطرية لوكا، شائعات تستهدف العربي. من الوطن القطرية أيضا، نصيف البياوي يقول إقالتي عادية. عربيا، في الأنباء الكويتية، الفهد: الكويت فرحت وانتصرت بكل أطيافها. في الرأي الأردنية، الصادق تشع ذهبا في الأسياد. البلاد الجزائرية عنونت: ماجر تعرضت لمؤامرة لتنحية والتاريخ لن يرحم. في المنتخب المغربية، الرجاء لا يملك مواصفات البطل. في صن البريطانية، قميص سانشيز يثير غضب جماهير مان يونايتد. وفي سبورت الإسبانية، سان جيرمان يرصد 100 مليون يورو لضم راكيتيتشا. من صحيفة لا غازيتا دولو سبورت الإيطالية، سيارة لامبورغيني هدية من رئيس روما لكولفرت. من العناوين نذهب إلى التفاصيل، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. جولتنا على الصحف نبدأها كالمعتاد من الدوحة وأبرز ما تناولته الصحافة القطرية، ونقرأ في جريدة الراية. خضع لتدريب استشفائي ويتمتع براحة ليومين، تحيل يستأنف تحضيراته لبيروزي بعد غد. معلول يرفع وتيرة التدريبات تدريجيا والفريق الإيراني يصل الأحد. وفي أسفل الصفحة أيضا نتابع: السد يصعد استعداداته لمواجهة الاستقلال الإيراني بدور الأبطال. الراية تناولت في تقرير مطول لها جولة ثالثة من دور نجوم كيو أم بي، وكتبت تقول: جولة فرملة الكبار، السلية يقفز ثالثا والعربي يقتحم مربع الكبار، والريان يتراجع في دور النجوم. الريان احترم منافسه فتجنب الهزيمة. الاخريطيات أمام مصير مجهول. العربي فوز مهم في ظروف صعبة. شحنية يواصل جمع النقاط من منافسيه، وأيضا قدم أفضل مباريات هذا الموسم. أمصلال ينتفض في وجه العميد، والأهلي يعاني. أرايا تناولت ما قدمه فريقا القمة في الجولة الثالثة ولخصته بالعناوين التالية: أضاع كل الفرص السهلة، تحيل يضل الطريق إلى الشباك. تعادل بطعم الانتصار للفهود، الزعيم فقد التركيز الهجومي فخسر نقطتين. من الراية إلى الشرق التي تناولت لليوم الثاني على التوالي الخروج المبكر للأدعم الأولمبي من بطولة الألعاب الآسيوية، نتابع رأي الشرق. نتائج المنتخب الأولمبي تكشف الحقائق: عشوائية إعداد هزيل ومدرب دون المستوى. الشرق تساءلت في تقريرها: هل الأندية أهم من المنتخبات الوطنية؟ نواصل تصفحنا لملحق الشرق الرياضي، ومنه نتابع آخر أخبار البعثة القطرية إلى الأسياد ونقرأ: في أولى مباريات الدور الرئيسي، يد الأدعم تطيح بالعراقي 26-20، تلاقي الهند غدا. طائرتنا تحلق وتتخطى المالديف. تحلان الحمد يقول: غياب برشم مؤثر وثقتنا كبيرة في البقية، وعلى الهتم نسعى لترك بصمة في الأسياد. مزيد مما جاء في الشرق حول البطولة الآسيوية نتابعه من الصفحة الأخرى: سلتنا الثلاثية تواجه المالديف ونيبال الليلة،
ياسين إسماعيل سنحصد ميدالية في الأسياد. يواجه الكوري الجنوب اليوم طائرتنا الشاطئية تعبر كازاخستان والمالديف في سباق التجديف تالا تحدد مصيرها اليوم. نترك الشرق ونذهب إلى ملحق الوطن الرياضي ونقرأ في منشات الغلاف. لوكا يؤكد للوطن الشائعات ذبحتنا. خسارة السد أظهرت بعض الذين يسعون لزعزعة الاستقرار. حققنا 6 نقاط من 3 جولات والصفقات بالتنسيق مع الإدارة. ننتقل إلى صفحة داخلية التي حملت تفاصيل الحوار في ملحق الوطن الرياضي لنتابع المزيد مما قاله المدرب الكرواتي في اللقاء الخاص. الشائعات تستهدف العربي. لوكا أكد أن الصفقات تمت بالتنسيق مع الإدارة وهناك من يرغب في إفساد علاقتنا، وقال البعض لا يتحرك الدقة وهذا ما حدث خلال زيارة الرموز. حققنا 6 نقاط من 3 جولات وتركيزي على إصلاح الأخطاء. نبقى مع الوطن التي واكبت إقالة أول مدرب في دور نجوم كيو أم بي هذا الموسم. نتابع. التونسي نصيف البياوي في أول حوار بعد إنهاء علاقته مع الإخريطيات إقالتي عادية. بياوي أجاب على أسئلة الوطن بصراحة متناهية وقال لم نستحق الخسارة والأجانب لم يعطوني الإضافة. الإخريطيات في أيد أمينة في وجود الشيخ خليفة بن ثامر. المدرب التونسي أضاف أيضا لست نكرة وواثق من قدراتي وإمكاناتي، تبا لاعب عادي وانهزمنا في وجوده ولم يصنع الفارق. إلى الصفحة الأخيرة لملحق الوطن الرياضي ومنها نتابع. مجلة إنسايد وورلد فوتبول السعودية تشجع القرصنة. الرياض تخرق الاتفاقيات الدولية في النقل التلفزيوني. وقف بث بي إن سبورت تأييد للأنشطة الإجرامية لبي أوت كيو. وترشح عادل عزت لرئاسة الاتحاد الآسيوي له دوافع سياسية. موضوع القرصنة التلفزيونية تصدر عنوان ملحق جريدة العرب القطرية التي كتبت في المنشات الرئيسي لصفحة الغلاف. عزا إلغاء ترخيصها إلى غياب سيادة حكم القانون. مصدر في بي إن سبورتس. ما تطالب به السعودية لا يحدث مع أي قناة في العالم. الهيئة تغلب السياسة على مصالح المشاهدين وسياسة بي إن سبورتس متبعة في القنوات السعودية. نقلب في صفحات العرب ونتوقف عند هذا العنوان. المري قال إن جوميز سيتحول إلى الدرجة الثانية. مدير السيلية انفراجة قريبة لأزمة فانجر. محمد علي المري مدير عام نادي السيلية كشف عن قرب انتهاء أزمة اللاعب فانجر رينار وعودته مجددا للانتظام في التدريب بعد انقطاعه عنها منذ بداية الموسم وبقائه في البرازيل. نذهب إلى استاد الدوحة وتقرير يتحدث عن الأفضل في الجولة الثالثة لدوري كيو أم بي. نتابع. محمود المواس وغوركوف الأفضل. استاد الدوحة قالت إن السوري محمود المواس واصل توهجه مع الصقور كواحد من أفضل صانعي اللعب في الدوري القطري، فيما كان الفرنسي كريستان غوركوف المدير الفني للغرفة مدرب الأسبوع. ما زلنا مع استاد الدوحة التي أطلعتنا على المدة التي سيتغيب فيها مدافع نادي السد عن الملاعب. تمزق العضلة الأمامية يبعد إبراهيم ماجد 6 أسابيع. نغلق الآن صفحة الصحف القطرية ونواصل قراءتنا لباقي الصحف العربية. البداية من الكويت ونقرأ من الصفحة الأولى لصحيفة الوطن.
أكدوا فخرهم برفع العلم مجدداً بعد الحرمان 3 سنوات لاعبو الكويت حمل العلم الكويتي شعور لا يوصف. الزنكو يقول رفع علم الكويت لحظة تاريخية فارقة يحق فيها لكل كويتي الافتخار بوطنه. تشرفت برفع علم دولتي العزيزة خصوصاً أن ذلك جاء بعد إيقاف دام عدة سنوات طويل قمة الفرح عندما تشارك في رفع علم البلاد وفي محفل دولي كبير. مستمرون في الكويت ولكن هذه المرة مع صحيفة الأنباء وفيها نقرأ. زار لاعبين المشاركين في الأسياد الفهد الكويت فرحت وانتصرت بكل أطيافها. الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي قال إن الكويت فرحت وانتصرت بكل أطيافها بعد رفع الإيقاف الرياضي، وهذا الأمر لاحظناه من ردة فعل الجمهور والشعب الكويتي، مؤكدا أن التفاهم بين القطاع الحكومي واللجنة الأولمبية الدولية نتجت عنه تلك الانفراجة. ما زلنا مع الصحافة الكويتية ونفتح صحيفة الرأي ونتابع منها هذا المقال وجاء تحت عنوان تحريض بقلم مطلق نصار الكاتب في الصحيفة والذي تحدث عن رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت ومحاولات البعض للتشويش على هذا الإنجاز، خاصة وأن مدة الإيقاف استمرت 3 سنوات. نحن نتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية ومع الحفاظ على السيادة والقانون كما هو متفق عليه في اجتماعات سابقة ولن نتنازل عن حقنا. نحن مع خارطة الطريق المتفق عليها، حيث أن الحكومة استطاعت أن تقارع منظمات دولية وتفرض إرادتها وسيادتها. نتمنى خلال المرحلة الجديدة بأن يكون للحكومة دور وموقف مع من يحاول الإساءة لها من أطراف إدارية رياضية وصلت إلى مناصب دولية بفضل الدعم المادي والمعنوي منها ثم انقلبوا ضدها. آخر الصحف معنا من الكويت صحيفة الجريدة ونتابع فيها هذا التقرير. 10 أندية تترقب قائمة اللاعبين المشطوبين العربي خارج المنافسة والتضامن كلمة سر دائما. في التفاصيل ذكرت الصحيفة أن هناك 10 أندية تترقب قائمة اللاعبين المشطوبين من أنديتهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية للتعاقد معهم في صفقات انتقال حر من أجل تدعيم صفوفها بلاعبين يبحثون عن اكتشاف أنفسهم. من الكويت إلى عمان ونقرأ من صحيفة عمان. فيما خسر الهوكي لقاءه الأول، منتخب الطائرة ألف يحقق فوزه الأول والنبهانية تصل دور 16 في الألعاب الآسيوية والطائرة الشاطئية ألف يتخطى هونغ كونغ بسهولة. نطير إلى الأردن وما زلنا في أجواء الألعاب الآسيوية ونقرأ من صحيفة الرأي. الأمير فيصل يتوج البطلة ويشيد بالإنجاز الكبير الصادق تشع ذهبا في الأسياد وتفتتح الرصيد الأردني والعربي. إذن حققت البطلة الأردنية جوليانا الصادق أول ميدالية عربية في دورة الألعاب الآسيوية بعدما خطفت ذهبية منافسات التايكواندو في وزن 67 كيلوغراما. من الأردن إلى لبنان ونقرأ من صحيفة اللواء. الفهد يتمنى عودة لبنان إلى الاستضافات العالمية مستذكرا الحريري. الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي قال إن لبنان يمتلك كل المقومات لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وعدد المزايا التي يتمتع بها لبنان للاستضافات الناجحة من ناحية حسن الاستضافة والمناخ الممتاز وقرب المناطق عن بعضها من بعضها البعض جغرافيا فضلا عن إدارة التنظيم العالية التي يتمتع بها اللبنانيون. ومن نفس الصفحة أيضا نتابع مقالا للكاتب في الصحيفة وسيم صبرة عن نفس الموضوع. أبرز مقاله الكاتب نتابعه في السطور التالية. لا شك بأن المواقف التي أطلقها الكويتي الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي حول وطننا لبنان لهي شهادة فخر تدعونا للاعتزاز، سيما وأنها صدرت عن شخصية وازنة بالرياضة العالمية من مستوى الفهد.
وصحيح أنها رسالة للخارج حول قدرة لبنان في التصدي لاحتضان الأحداث الكبرى، لكنها في الوقت عينه دعوة تحفيز للبنانيين لإعادة وطنهم لخارطة استقطاب الأحداث. نبقى في لبنان ولكن هذه المرة مع صحيفة الأخبار ونطالع فيها. صفقة 3-1 بين العهد والأنصار، هل ينتظم عطايا في جيش العهد؟ في تفاصيل قالت الصحيفة إن صفقة تبادل 4 لاعبين بين ناديي العهد والأنصار تعتبر صفقة الموسم في الدوري اللبناني لكرة القدم. اسمان كبيران في كرة القدم اللبنانية هما ربيع عطايا وحسن شعيتو موني، واسمان واعدان هما غازي حنينة وحسن بطارة. الأول انتقل من الأنصار إلى العهد مقابل انتقال 3 الآخرين إلى الأنصار. نذهب إلى صحافة شمال إفريقيا والبداية من الجزائر ونقرأ من صحيفة البلاد. وجه سهامه صوب المكتب السابق للفاف وبعض الإعلاميين، ما جرت تعرضته لمؤامرة لتنحية من الخضر والتاريخ لن يرحم. إذن خرج رابح ماجر المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر وأدلى بتصريحات مثيرة حول إقالته من تدريب الخضر مؤخرا، مؤكدا أنه تعرض لمؤامرة منذ تعيينه في مهمته، وكان وراء هذه المؤامرة بعض الإعلاميين الذين خدموا مصالح أشخاص معروفين في الساحة الكروية الجزائرية على حد قول ماجر. من الجزائر نذهب إلى المغرب ونقرأ من صحيفة المنتخب. مدرب فاينورت يطرد إمرابط ويدفعه للرحيل. إذن ساءت العلاقة بين مدرب فاينورت الهولندي فان بروكهوست وبين الدولي المغربي سفيان إمرابط، مما أدى إلى استبعاد اللاعب في آخر 3 مباريات للفريق في الدوري الهولندي، حيث احتج إمرابط على ذلك ويفكر جديا في الرحيل عن الفريق. نبقى مع المنتخب المغربية أيضا ونتابع منها هذا المقال وجاء تحت العنوان التالي: الرجاء لا يملك مواصفات البطل، بقلم منعم بالمقدم الكاتب في الصحيفة، والذي تحدث عن فريق الرجاء وفرصته في الفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية. أبرز ما قاله الكاتب نتابعه في السطور التالية. بعيدا عن الفوز المكرر على حساب فريق آسك المتواضع، الحقيقة تجلت في ملعب الشهداء بالكونغو والتي تهم وضعية الرجاء الحقيقية. فريق يحتاج الكثير ليصل إلى حالة البطل، دفاع متهالك وحارس غير مستقر ووسط مترنح وهجوم يعيش على إيقاع النزوات التي تحضر بين الحين والآخر للاعب بن حليب. الرجاء بعيد كل البعد عن تمنيات جمهوره بأن يظفر باللقب القاري ما لم يستفق جاريدو ويصحح المصير من التشوهات. ختام جولتنا العربية اليوم من تونس ونقرأ من صحيفة الشروق. خالد بن يحيى للشروق أقبل النقد المتحركون في الكواليس مجرد نبارة ومستعد للرحيل. خالد بن يحيى مدرب فريق الترجي تحدث في حوار مطول مع الصحيفة عن النتائج التي حققها الفريق في دوري أبطال إفريقيا والهزيمة الأخيرة على ملعبه أمام فريق الأهلي المصري وتخليه عن صدارة مجموعته، مؤكدا أنه على استعداد للرحيل عن الفريق في أي وقت لو رأت الإدارة ذلك، على الرغم من أنه يتقبل النقد. نبدأ جولتنا العالمية لهذا اليوم من إنجلترا، حيث نتعرف على ما كتبته الصحافة الإنجليزية بعد لقاء ليفربول وكريستال بالاس في البريمير ليج، ونبدأ من غلاف ديلي ستار حيث كتبت: ليفربول جيدون بما فيه الكفاية. الصحيفة أشارت إلى الفوز الثاني على التوالي للريتس أمام كريستال بالاس، سجلهما ساديو ماني وميلنر من ركلة جزاء، مؤكدة أن هذا الانتصار أبقى على بداية ليفربول الرائعة هذا الموسم في طريقه الطويل نحو المنافسة على لقب البريمير ليج.
في إنجلترا أيضا لازلنا مع ردود الأفعال لمباراة الليفر وكريستال بالاس، ولكن هذه المرة من صحيفة تيليغراف التي شنت هجوما كبيرا على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول. نتابع. صلاح في صفوف المتحايلين. الصحيفة البريطانية اتهمت صلاح بأنه تحايل على حكم اللقاء للحصول على ركلة جزاء مشكوك في صحتها تسببت في تسجيل ليفربول الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول ليفوز في النهاية باللقاء بعدما استكمل كريستال بالاس المباراة بعشرة لاعبين. نقلب في صفحات الصحف الإنجليزية، وهذه المرة نتابع من غلاف سان أسباب الحملة الشرسة على نجم اليونايتد سانشيز، ونقرأ هذا العنوان: قميص سانشيز يثير غضب جماهير مانشستر يونايتد. إذن النجم التشيلي أليكس سانشيز تعرض لحملة هجوم كبيرة من جماهير اليونايتد بعدما قام بنشر صورة لماركة الملابس الخاصة به عقب الخسارة المفاجئة أمام برايتون، وكأن مشاعر الجماهير وخسارة الفريق لا تعنيه على الإطلاق. جولتنا العالمية مستمرة، ونحط الرحال الآن في إسبانيا ونطالع ما كتبته صحيفة سبورت على صدر الغلاف. سان جيرمان يرصد 100 مليون يورو لضم راكيتيتش. الصحيفة الكتالونية كشفت عن استعداد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لدفع 100 مليون يورو مقابل ضم إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الذي أصبحت حظوظه في اللعب كأساسي صعبة بعد تعاقد النادي مع سيرجي روبرتو وميلو واتشيلي أرتورو فيدال. من إسبانيا أيضا نطالع ما كتبته صحيفة موندو ديبورتيفو بشأن تطورات صفقة الفرنسي رابيو، ونقرأ في العنوان: البارسا يتمسك بضم الفرنسي رابيو من سان جيرمان. الصحيفة الإسبانية تحدثت عن عرض إدارة البارسا لمبلغ 50 مليون يورو كأقصى سعر يمكن دفعه للتعاقد مع لاعب وسط باريس سان جيرمان، مؤكدة أن الإدارة تسعى جاهدة لإنهاء الصفقة قبل 31 أغسطس الجاري. وتحدثت الصحيفة أيضا بشأن إمكانية رحيل البرازيلي رافينا والإسباني الكاسير عن الفريق في ظل اهتمام النادي الأندلسي ريال بيتيس بالتعاقد معهما. نغلق ملف الصحف الإسبانية من الآس ونتعرف فيها على الشأن المدريدي وآخر أخبار صفقات الريال، حيث نقرأ في هذا العنوان: رودريغو المهاجم الذي يريده لوبيتيغي. تحدثت الصحيفة بشأن رغبة لوبيتيغي مدرب ريال مدريد في التعاقد مع مهاجم جديد ليكون بديلا لرونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس، قائلة: لوبيتيغي أبدى اهتمامه بمهاجم فالنسيا ويريد رودريغو كلاعب رقم 9 في صفوف الملكية. كما أضافت الصحيفة أيضا أن اللاعب الإسباني يريد الرحيل عن فالنسيا وقد صرح بذلك عقب اللقاء الأخير لفريقه ضد أتلتيكو مدريد. من إسبانيا نحلق في الأجواء الإيطالية، وهذا الخبر الطريف الذي كشفت عنه لجازيتا ديلو سبورت بعد التألق الواضح لمهاجم روما الواعد جاستن كلوفرت نجل الأسطورة الهولندية باتريك كلوفرت، حيث عنونت الصحيفة: سيارة لامبورغيني هدية لكلوفرت الصغير. أعلن رئيس نادي روما جيمس بالوتا منح مهاجمه الشاب جاستن كلوفرت سيارة لامبورغيني هدية إذا سجل 30 هدفا في موسمه الأول مع فريق العاصمة الإيطالية، بينما سيحصل على مرسيدس إذا سجل 10 أهداف فقط. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم من جرايد، ألقاكم غدا في حلقة جديدة بإذن الله، وأضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.